بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه كاميرا لمحبي وعاشقي التراث اللي يحبون التراث، كاميرا قديمة جدا استخدم ايام الثمانينات السبعينات تقريبا، فتتكون من طبعا زرار من الجنب تضغط بهذا الشكل بعدين يصور، وفلاش فوق، وهذه العدسة. لو حبينا مثلا نصور، طبعا المعلومة الصورة تطلع من هنا من الفتحة هذه بنشوفها بعد شوي. يحب طبعا يتزودون بالمعلومات الخاصة بهذه الكاميرا، نصور الآن ونشوف كيف الكاميرا وكيف نقاوة الصورة اللي تطلع. نجرب الآن، كيف نضغط الآن شوف الصورة كيف تطلع.